حياكم الله مجددا في أهلا. صدر اليوم بيان ثلاثي مشترك لكل من المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية الصين الشعبية حول استئناف العلاقات السعودية الإيرانية بوساطة صينية. في هذه البطاقة التعريفية سنرصد لكم أهم ما جاء في هذا البيان، وبعده سنفتح حوارا موسعا في أهلا حول قراءات في البيان. تأتي المباحثات استجابة لمبادرة كريمة من فخامة الرئيس الصيني لتطوير علاقات حسن الجوار بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية. تضمن الاتفاق الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وإعادة فتح سفاراتهما ومثلياتها خلال مدة أقصاها شهران. تضمن تأكيدهما على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. تم الاتفاق على تفعيل اتفاقية التعاون الأمني بينهما والاتفاقية العامة للتعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية والعلوم والثقافة والرياضة والشباب. أعرب الجانبان عن تقديرهما وشكرهما لقيادة وحكومة جمهورية الصين الشعبية على استضافة المباحثات ورعايتها وجهود إنجاحها. تحرص الدول الثلاث على بذل كافة الجهود لتعزيز السلم والأمن الإقليمي والدولي. شكرا للزميل سليمان الميمان. قراءة وحوار في هذا البيان مع ضيفي الكريمين اللذين ينضمان إلي هنا في الاستوديو، الدكتور أحمد الأنصاري المحلل السياسي والباحث في العلاقات الدولية. دكتور مساء الخير وشكرا لقبولك الدعوة. أنا شاكر جدا لك ولاستضافتي وللقناة ولمعدة البرنامج. أهلا وسهلا. أيضا أرحب بضيف الكريم اللواء الدكتور محمد الحربي الخبير في الشأن الاستراتيجي. دكتور مساء الخير وشكرا لقبولك الدعوة. مساء الخير، مفرح، تحية لك ولمشاهديك الكرام وكذلك الدكتور أحمد. أهلا دكتور، أبدأ معك قراءتك للبيان الصادر اليوم، البيان الثلاثي اللي طالعناه جميعا ويمكن عرضنا جزء من يعني أهم ما جاء فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. شوف، في الحقيقة منطقة الشرق الأوسط تشهد تغييرات كثيرة جدا، وأنا أعتقد أنه الصفحة اللي حتفتحها الدولتين المملكة العربية السعودية وجمهورية إيران الإسلامية برعاية من جمهورية الصين الشعبية، أنا أعتقد أنها ستكون صفحة جديدة بناء على التفاهمات ما بين الدولتين. هنالك ملفات كثيرة جدا أنا أعتقد سيتم أو تم التطرق لها وتم التفاهم على إنهائها أو إقفالها. المشاكل في المنطقة لا تتحمل مزيد من المشاكل. أنا أعتقد أنه الجانبين توصلوا لتفاهمات عميقة جدا، لأنه المنطقة عانت خلال العقود الماضية من مشاكل ونتج عنها ترسبات ونتج عنها مشاكل كثيرة جدا أضرت إن بالمجتمع العالمي أو بالاقتصاد العالمي. لذلك ارتأت الدولتان في هذا الوقت بالذات أنه تنحية المشاكل وإقفال ملفات الخلاف ما بين الجانبين، ومحاولة أنه يعني النظر للمستقبل بشكل أفضل. الجمهورية الإيرانية الإسلامية جار مهما كان للمملكة العربية السعودية، صحيح هنالك خلافات كانت في الماضي، ولكن أنا أعتقد أن القيادة في المملكة العربية السعودية وجدت أن هنالك تفاهم وأنه الوقت حان لفتح صفحة جديدة مع الجار. لا يمكن أنك يعني تتجاهل موقع إيران في منطقة الشرق الأوسط والأهمية الاستراتيجية لها. لذلك أنه وأيضا أن هي جار، يعني ما تقدر تستبدل جارك بأي حال من الأحوال إلا بالوصول إلى تفاهم حتى رغم المشاكل اللي حصلت في السابق. ولكن أنا أعتقد أنه الوقت حان الآن لإيقاف هذه المشاكل والنظر للمستقبل. المملكة العربية السعودية لديها خطة استراتيجية رؤية 2030 يعني لتنمية المنطقة ككل، منطقة الشرق الأوسط. أنا أسترجع مقولة صاحب السمو الملكي ولي العهد حفظه الله ورئيس مجلس الوزراء أنه أوروبا الجديدة هي منطقة الشرق الأوسط، التنمية ستكون في منطقة الشرق الأوسط، لا يمكن أن يستثناء أي دولة من دول منطقة الشرق الأوسط. يجب أن جميع الدول تركب في القطار الذي يسير إن شاء الله تجاه تنمية ويعني تطور المنطقة
وشعوب هذه المنطقة. جميل دكتور، أخذ منك أيضا قراءة عامة للبيان وبندخل بعدها في التفاصيل، تفضل. صراحة كان هذا بيان ثلاثي متزن وواقعي. نعرف أنه المحادثات السعودية الإيرانية بدأت في إبريل 2021 برعاية الرئيس مصطفى القاسمي الرئيس السابق للعراق في 5 جولات، وكانوا يتطلعون إلى جولة سادسة، ولكن كانت هناك أيضا تنبؤات في العلاقات السعودية الإيرانية. كان حديث صاحب السمو الملكي ولي العهد في أتلانتيك مارس 2021 ذكر بأن إيران جارة لابد أن نبادر في موضوع، خاصة أن استراتيجية المملكة العربية السعودية في هذا الملف استراتيجية السلام. هناك أعماق استراتيجية مشتركات بين البلدين. نعرف أنه إيران تطل على السواحل الخليجية أكثر من 2400 كيلومتر، المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي 3400 كيلومتر. هناك مضيق هرمز المطل من بندر عباس على موانئ الفجيرة، ضيق للغاية، يعبره 21,000 قطعة سنوية في الاتجاهين. احتياطات استراتيجية من الغاز والنفط، 40% من احتياطات الغاز والبترول في العالم. وإيران أيضا يعني باستطاعتها أن تكون دولة مساهمة في أمن واستقرار المنطقة، وبالتالي التطلع إلى جميع الأبعاد، إن كانت أبعاد سياسية، اقتصادية، اجتماعية، بيئية، استثمارية. فحقيقة لأنها تملك ثاني أكبر احتياطي غاز في العالم، سادس أكبر احتياطي في العالم. فالآن مع الجولات، وصفت الجولات السابقة الخمس التي بدأت في العراق وسلطنة عمان بجولات استكشافية. المملكة العربية السعودية طبعا يهمها تقدير وتقييم الموقف والبناء على البعد الاستراتيجي وليس بعدا تكتيكيا فنيا مرحليا، ومن ثم العودة إلى المربع واحد. فلاحظنا أن هناك جولات مكوكية، هناك اجتماعات إن كانت اجتماعات سرية أو اجتماعات علنية، إلى أن توصلوا إلى هذا البيان والذي أطلقه الرئيس الصيني جي شين بينغ، أو رعاية صينية، خاصة أن الصين هي عامل مشترك، لديها علاقات استراتيجية مع إيران ولديها علاقات اقتصادية استثمارية استراتيجية مع المملكة العربية السعودية، وهي الآن الشريك الأول التجاري للمملكة العربية السعودية بحجم تبادل أكثر من 100 مليار دولار. فنحن نعم. طبعا هي نعتبرها محور توازن. دكتور أباخذ الكلمة الأخيرة اللي قالها الدكتور محمد حول الصين. اليوم الوساطة الصينية كيف تصفها؟ شوف، الصين قوة اقتصادية إن كان ما كانت الأولى فهي الثانية على مستوى العالم. الاستثمارات في المملكة العربية السعودية واستثماراتها أيضا في دولة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا يمكن أنه نغفل عنها، وهي صديقة للجانبين. وبالتالي المملكة العربية السعودية حينما يعني سعت جمهورية الصين إلى الوساطة وفتح الحوار ما بين الجانبين رحبت بذلك، لأن المملكة العربية السعودية يعني لديها علاقات قوية جدا مع الجانب الصيني. وكانت في الماضي طبعا تعرف الجميع كان يسعى وكان يعني يتفاهم مع الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية كلاعب أساسي في المنطقة ومؤثر، ولكن مع الأسف الشديد يعني هنالك يعني اختلاف الإدارات في الولايات المتحدة الأمريكية، نجد أن هنالك يتوافق معها أو ترتبط باختلاف السياسات. يعني خلال فترة الرئيس دونالد ترامب وجدنا أن هناك تشدد قوي جدا تجاه إيران. قبلها سبق أن هنالك ارتماء من إدارة أوباما في الحضن الإيراني، وبالتالي المنطقة لا تتحمل مثل هذه المواقف. يعني يجب أن هنالك تكون سياسة واضحة وصريحة تجاه المواقف السياسية والمشاكل في المنطقة. يعني يجب أن يكون هنالك لاعب يحظى باحترام الجانبين. أنا أعتقد أن جمهورية الصين الشعبية يعني تتميز بالعقلانية. الصين
منذ تاريخها يعني من 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 بناء الحضارة الصينية. لا نجد انه السياسة الصينية تتميز بالعدوانية، بل تتميز بالعقلانية. يعني لم نشهد انه الصين في يوم من الايام قامت باحتلال دولة من الدول. يعني لذلك تجد انه هنالك احترام كبير جدا من الصين في اي مكان في العالم. الان طبعا تعرف الصين تعتبر اللاعب الاساسي وورشة العالم الصناعية، الجميع يسعى الى نيل رضاها والحصول على الاستثمارات او جلب الاستثمارات الصينيه اليها. لذلك المملكه العربيه السعوديه رحبت وبشده بالسعي الصيني لفتح او للصلح او لإعادة العلاقات ما بين المملكه العربيه السعوديه وجمهوريه ايران الاسلاميه. جميل. الدكتور احمد ذكر اكثر مره في تعليقه الاول والان فكره المنطقه، وانت حتى في حديثك تحدثت عن استقرار المنطقه. صحيح. اليوم كيف نقرا اثر استئناف العلاقات وما جاء في البيان حول استقرار منطقه الشرق الاوسط؟ شوف، من المعلوم ان المملكه العربيه السعوديه هي محور توازن، دائما تقف موقف وسطي بين الاقطاب والمحاور. هذه سياسة الدبلوماسية النائمة التي اتجهتها المملكة العربية السعودية منذ عام 2015، والآن انطلقنا أيضا عام 2020 يناير 2020، تحركنا ككتلة سياسية واحدة مع دول مجلس التعاون الخليجي، وقد لاحظنا ذلك في اجتماعات 6+3+1 مع الرئيس بايدن، وأيضا اجتماعات ديسمبر قمة الرياض للتنمية والاقتصاد. فالآن بدأنا نقيم الأوضاع في المنطقة بمفهوم وبعد شامل حقيقة، خاصة أنه نعرف أنه الآن الصين لاعب محوري، لديها البريكس 5 دول، 40% من حجم سكان العالم، 30% من حجم اليابسة، والمملكة العربية السعودية ودول عربية أخرى بدأت تشارك في اجتماعات البريكس، وهي القناة المالية الموازية لقناة السويفت المالية. أيضا لو أخذنا مبادرة الحزام والطريق، فذكرني الدكتور في نقطة لما قال العلاقات الصينية أيضا تلعب لاعب مهم واقتصادي على مستوى العالم، لديها مثل ما قلنا طريق واحد، حزام واحد، أيضا لديها علاقات مع إيران، أنه وقعت 2018 ب$400 مليار لمدة 25 سنة، فهي تقف في الوسط. خاصة نحن مطلين على أهم ممرات حيوية استراتيجية في العالم، اللي هو ممر الخليج العربي، وأيضا مضيق باب المندب، وانتقال إلى 6 دوائر عالمية. فهناك ممكنات ومشتركات من قبل البلدين، لابد أن نستغلها، خاصة في اقتصاديات القرن الواحد والعشرين. نعم دكتور، مع الأخذ بكل الاعتبارات اللي تقال اليوم، الاقتصادية، السياسية، الاستراتيجية وغيرها، إلا أنه الخطاب السعودي دائما على الصعيد السياسي يدعو إلى تفعيل مبدأ الحوار. صحيح. دائما وأبدا، واليوم جالسين نشوف تجسد ونتيجة حقيقية لهذه المنادات دائما بالحوار وبالسلام العالمي. صحيح. كيف تعلق على هذه النقطة؟ شوف، الحوار هو مبدأ من مبادئ السياسة الخارجية السعودية. يعني المملكة العربية السعودية ليست دولة إنها بسهولة إنها تجر إلى المشاكل أو الصراعات، دائما تسعى للحوار. في حتى لو لاحظنا إنه تاريخ المملكة العربية السعودية يشهد إنها كانت عنصر فعال في الوساطة ما بين عدد كبير، يعني وحل مشاكل كثيرة جدا إن إقليمية أو على المستوى الدولي. الآن واحنا في هذه المرحلة يعني نشاهد أن هنالك وساطة ما بين المملكة العربية السعودية ما بين جمهورية روسيا الاتحادية وأوكرانيا، يعني ما أنه في هنالك صراع، ووجدت والجمهورية روسيا الاتحادية رحبت بزيارة سمو وزير الخارجية إليها، وبل بالعكس يعني رحبت بالوساطة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية لحل الصراع ما بين الدولتين، مع أنه على الجانب الآخر هنالك دول تسعى إلى حل الصراعات وعلى رأسها الصين. يعني المملكة العربية السعودية تسعى، يعني لديها احترام كبير جدا في المجتمع، في الساحة الدولية وداخل المجتمع الدولي. لا ننسى أن مواقفها المشرفة في حل كثير جدا من الصراعات، ولذلك لم يأتي هذا المبدأ أو لم يأتي هذا الاحترام الدولي للمملكة العربية السعودية من فراغ، بل من السياسة المتعقلة. حتى خلال الصراعات المملكة العربية السعودية لا يمكن أنه استدراجها بسهولة إلى الصراع،
يعني شهدنا أنه في المنطقة في مشاكل كثيرة جدا حصلت، وكانت المملكة العربية السعودية تستطيع أن تحلها بالقوة العسكرية، ولكن التأني والتروي في اتخاذ القرارات وهو سياسة يعني متبعة على مدى العصور ومنذ تأسيس المملكة العربية السعودية على يد المغفور له الملك عبد العزيز، هي من أدت إلى فتح أو انتهاجها فتح باب الحوار عوضا عن المواجهة العسكرية. فلذلك نجد أنه هذا انعكس برضو على مواقف المملكة العربية السعودية واحترامها من قبل المجتمع الدولي. جميل دكتور، أباخذك إلى بعض تفاصيل البيان، بناخذها نقطة نقطة ما بينك وبين الدكتور ونتحدث عنها. وتعلن الدول الثلاث أنه تم توصل المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران. تعليقك. هذه المدة أقصاها شهرين طبعا هي إجراءات فنية بروتوكولية للتنظيم وإعادة الهيكلة في السفارات والقنصليات سواء كانت في الرياض أو في جدة أو حتى في المنطقة الشرقية وكذلك في طهران أو حتى في القنصليات في المدن خارج طهران. فهذا بيان طبيعي، خلال الشهرين هذه تكون هناك إجراءات فنية تقنية لوجستية يترتبون عليه، ولكن مجرد الإعلان عن هذه الخطوة فهي خطوة أو بداية طريق أو خطوة تمهيدية لعلاقات دائمة ومستمرة. أكيد من المؤكد أنه اللجان المشتركة ما بين المملكة العربية السعودية وإيران ناقشت جميع الأبعاد والتفاصيل الدقيقة، وذكرت لك أنا في بداية حواري أنه هذه المناقشات الفعلية بدأت في إبريل 2021، تزامنت أيضا مع بداية انطلاقات اجتماعات فيينا 5+1 الملف النووي الإيراني. فالملفات كلها مركبة ومعقدة، وكل ملف يحمل الملف الآخر سيتفرح. جميل، بنروح لنقطة ثانية دكتور وبسمع تعليقك عليها، ويتضمن تأكيدهما على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. تعليق. نعم صحيح، لأنه هذا واحد كان من الأسباب أو من سبب قطع العلاقات ما بين الدولتين. لا يمكن للمملكة العربية السعودية أن تقبل التدخل في شؤونها الداخلية، ولا ترضى أنها تتدخل في شؤون الغير. ولذلك أنا أعتقد أنه هذه النقطة شهدت أو يعني أخذت الكثير من الوقت في التفاهم ما بين وفود البلدين على خلال فترة اللي هو اللقاءات ما بين الجانب السعودي وجانب جمهورية الجانب الإيراني. قامت هذه أو الأساس في إعادة العلاقات هو التبادل المحترم وعدم التدخل في الشؤون الداخلية إن بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر. نعم، أبعيدك للنقطة الأولى اللي ذكرتها مع الدكتور وأخذ رأي سريع مك فيها في إعادة فتح السفارات والقنصليات خلال شهرين. هو كويس إنه خلال شهرين، يعني خلال شهرين في إعادة عملية فتح أو إعادة فتح السفارات تعتبر مدة بسيطة جدا، لأنه أنت لاحظ إنه سيتم اختيار سفير، سيتم اختيار أيضا فريق كامل متكامل دبلوماسي وأمني وتجاري، لأنه العلاقات لن يعني إعادتها ليست فقط العلاقات الدبلوماسية بل هنالك مجالات كثيرة جدا. السفارة أو أي سفارة للمملكة العربية السعودية أو ممثلات سيدي خادم الحرمين الشريفين في الخارج لا تقوم فقط على السفير، بل هنالك فريق كامل يذهب معه، ملحق عسكري، ملحق سياسي، ملحق تجاري، الفريق السكرتارية، هذه كلها طبعا خاصة أنها مغلقة منذ عام 2016 يعني فترة طويلة 7 سنوات. أي فهذه طبعا تعرف أنت إعادة هيكلة من جديد، وإعادة الهيكلة ليست بسيطة، يعني ليست بشكل السريع. دكتور أيضا بأخذ منك تعليق عن النقطة اللي ذكرتها مع الدكتور أحمد قبل ما نروح لنقطة ثالثة، ألا وهي فكرة الاتفاق على عدم التدخل في الشؤون الداخلية. هذا ملف مهم، خاصة نتكلم على ملف أذرع إيران في المنطقة. لابد احترام سيادة الدول، لأنه لو عدنا إلى الوراء نقول ماذا جنت إيران منذ عام 2003 2006 2011 2015 غير إنفاق مال. يعني هناك تقارير ربما للوهلة الأولى الإنسان يقول أنه ربما أنها مبالغ فيها، اللي هو تقرير أنا قرأت عليه في نيويورك تايمز، اللي هو أنفقت إيران خلال 40 عام
3 تريليون دولار. كان الأولى بهذه المبالغ أن تذهب إلى الاقتصاد والتنمية والرفاه ودعم استقرار المنطقة، خاصة منطقة الخليج العربي اللي ذكرنا أنها أهم منطقة في العالم. فالآن حقيقة يعني العودة في هذا الوقت، خاصة نحن نشهد تداعيات غير مسبوقة، إن كانت تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، تداعيات التغير المناخي، انخفاض النمو الذي وصفه صندوق النقد الدولي العالمي بالركود، انخفاض أمور كثيرة حقيقة. هناك توترات جيوسياسية غير مسبوقة في القرن 21. فالآن الاقتصاد والأمن والسياسة هما يعني أول الاقتصاد والأمن وجهان لعملة واحدة. طيب دكتور، برضو قبل ما أطلع للفاصل كذا باختصار، الدكتور ذكر نقطة، التحديات العالمية اليوم اللي يشترك فيها كل العالم، تأثيرات المناخ وركود الاقتصاد وغيرها، إلى أي مدى تتطلب هذا القرب ما بين الدول وإعادة العلاقات وإقامتها؟ صحيح، هو شوف أي مشكلة في العالم الآن العالم كله يتأثر فيها. شاهدنا الصراع أو الحرب اللي نشبت ما بين جمهورية روسيا الاتحادية وجمهورية أوكرانيا، العالم كله تأثر بها. قبل ذلك مشكلة كورونا، العالم كله تأثر بها. يعني أنا خليني أتذكر مقولة من واحد دبلوماسي شهير يقول، إذا يعني دولة من الدول إذا عطست العالم كله يصاب بالزكام. الآن أي مشكلة، أي دولة صغيرة أصبحت تعطس العالم كله يصاب بالزكام، لأنه العالم كله مو أصبح قرية واحدة، بل أصبح أنا صرت أشبهه شارع واحد مو قرية واحد. العالم صار صغير جدا، والتأثيرات ووسائل التواصل الاجتماعي وسرعة والتطور الهائل في علم الاتصالات جعل أي مشكلة تصير في العالم يتأثر بها، أي مشكلة تصير في أي من دول العالم يتأثر بها العالم. والعكس صحيح دكتور، أنه كل ما صار تقارب صار تسريع للحلول أكثر. وشوف، هو ربما أنه يصير تسريع للحلول، وربما أنه تصعيب للحلول، لأنه جميع صار يتشارك في في الحل. ليست أول كانت دولة هي تفرض إرادتها، الآن تعدد الأقطاب، ليس قطبين في العالم، تعدد الأقطاب جعل أنه هنالك رؤى مختلفة في العالم لحل المشاكل، وبالتالي ربما أنه تسهيل لإيجاد حلول، ربما أنه على الجانب الآخر تصعيد. طيب إذا قول تعليق سريع لأني لازم أطلع فاصل. إيه صحيح، بس أنه استكمالا للنقطة اللي ذكرها الدكتور، هناك فعلا تغير في الخارطة الجيوسياسية للعالم لنظام متعدد الأقطاب، لأن الولايات المتحدة الأمريكية غير قادرة على قيادة العالم بالنظام الأحادي القطبية. فنحن نشهد رسم ملامح خارطة جديدة لابد أن نواكبها ونتماشى معها. طيب إذا تسمحوا لي باخذ فاصل، وبعد الفاصل أكمل معكم وبصحبة ضيوفي حول البيان الثلاثي المشترك الذي صدر اليوم ما بين السعودية وإيران والصين. حياكم الله مجددا في هلا، وفي هذه القراءة حول البيان الثلاثي المشترك الذي صدر ما بين المملكة العربية السعودية وإيران والصين حول استئناف العلاقات السعودية الإيرانية بوساطة صينية. وضيوفي هنا في الاستوديو الدكتور أحمد الأنصاري المحلل السياسي والباحث في العلاقات الدولية، وأيضا اللواء الدكتور محمد الحربي الخبير في الشأن الاستراتيجي. رحب فيكم مجددا دكتور، أعود معك على نقطة أيضا موجودة في البيان، واتفق أن يعقد وزيراء الخارجية في البلدين اجتماعا لتفعيل ذلك، اللي هو اللي تحدثنا عنه، عودة القنصليات والسفارات واحترام السيادة وترتيب تبادل السفراء ومناقشة سبل تعزيز العلاقات بينهما. تعليقك. أكيد أنه اجتماع وزراء الخارجية أو الاجتماع الآن كان على مستوى وزير الدولة الأمن القومي أو الأمن الوطني السعودي الدكتور مساعد العيبان وزير الدولة. الآن أكيد هذا كان اجتماع استكشافي تمهيدي ونقطة انطلاق إلى اجتماع وزراء الخارجية، سيناقشون جميع الملفات، إن كانت الملفات إعادة فتح السفارات أو ملفات عديدة منها ملف اليمن،
منها ملف أذرع إيران في المنطقة والانطلاق إلى مرحلة سياسية بروتوكولية جديدة. نعم دكتور، أيضا بأخذك إلى نقطة، كما اتفقا على تفعيل اتفاقية التعاون الأمني بينهما الموقعة في 17/4/2001 والاتفاقية العامة للتعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية والعلوم والثقافة والرياضة والشباب التي وقعت في مايو 98. طبعا شوف خلال الفترة القادمة سيتم هناك مزيد من التوسع في التفاهمات ما بين المملكة العربية السعودية وجمهورية إيران الإسلامية. اجتماع سمو وزير الخارجية مع وزير الخارجية الإيراني سيشهد أيضا توقيع الاتفاقيات التبادل الدبلوماسي وفتح السفارات. التفاصيل الدقيقة اللي هي التفاصيل الدبلوماسية طبعا الآن اللي تم التوقيع عليه اتفاق مبدئي لإعادة العلاقات ما بين المملكة العربية السعودية، اتفاق عام. التفاصيل طبعا سيتم مناقشاتها في وقت لاحق. نقدر نقول الآن اتفاق زي ما تقول يسموه في الأعراف الدبلوماسية اتفاق بروتوكولي لإعادة العلاقات، فقط انه اتفق الجانبين على إعادة العلاقة. طبعا الدبلوماسيين او سمو وزير الخارجية ومجموعة من اصحاب المعالي الوزراء سيتم التفاهم طبعا تعرف، ولقاءات قادمة مع الجانب الإيراني حتكون وجه لوجه الآن طبعا. نعم لكن هي محددة حتى في البيان، يعني انه خلال شهرين من الآن ستفتح السفارات والقنصليات والممثلين والسفراء يكونوا موجودين. يفترض انه يعني بعد شهرين تفتح السفارات، ولكن طبعا تعرف لا، هي المدة اقصاها شهرين يعني ممكن حتى قبل، اكيد يعني. لانه هو تم التفاهم، وهذا تفاهم ملزم بين الجانبين انه يتم فتح السفارات، وطبعا بعد كذا سيتم تفعيل الاتفاقيات. الجانب الأمني هو جانب مهم جدا ما بين المملكة العربية السعودية وجمهورية إيران الإسلامية، جانب مهم جدا. الأمن يرتبط بالاقتصاد ويرتبط بالسياسة. ما يوجد أمن ما يوجد نمو اقتصادي ولا ازدهار ولا حتى كمان استقرار سياسي. لذلك حرصت المملكة العربية السعودية والجانب الإيراني إلى إعادة فتح والعمل بالاتفاقية الأمنية. طبعا الاتفاقية الأمنية تشمل تبادل تسليم المجرمين، التبادل المعلومات في مجال مكافحة الإرهاب، مجال مكافحة المخدرات، مجالات كثيرة جدا طبعا يشملها الاتفاق الأمني. نعم. وليست فقط انه مجرد انه توقيع الاتفاقية. جميل، اذا تسمحوا لي بس بناخذ رأي اخر في هذه الحلقة مع ضيفي الكريم الذي ينضم الي عبر الهاتف الان، وهو الكاتب الصحفي الاستاذ زيد بن كمي. استاذ زيد حياك الله معنا، وحقيقة لك في ذمتنا الاف الشكر على تجاوبك الدائم مع دعوات روتانا خليجية كقناة وبرنامج يا هلا على وجه الخصوص. اهلا اخي يحيى، شكرا لكم وشكرا ايضا صاحب ضيوفك الاعزاء. وابد يعني هو برنامج يا هلا هو احد البرامج اعتقد اللي هي مناره علميه وسياسيه وشامله. اهلا بك، باخذ قراءتك استاذ زيد حول البيان الثلاثي المشترك الذي صدر بين السعوديه وايران والصين اليوم، كيف تقرا الامر؟ حقيقة أنا أضيف على ما ذكر الضيوف الأعزاء في الاستديو، هو طبعا هذا بيان أولي بعد اتفاق أو توقيع بروتوكول، لأنه حيكون فيه انطلاقة العلاقات السعودية الإيرانية، وأعتقد أن أيضا فيها تفاصيل حتى الآن لم تكشف. هو فقط هو بيان أول لعودة العلاقات، وفقط محددة في شهر، إحنا ننتظر ما سمعنا المرحلة المقبلة شهرين، نعرف أن هناك ملفات مهمة في ملفات مهمة جدا بخصوص أمر المنطقة. لكن الأهم من ذلك هو أن ما ذكره وزير الخارجية السعودية أن لغة الحوار هي اللغة المهمة جدا التي تستخدمها المملكة العربية السعودية لتخفيف حدة الصراع في المنطقة، وأيضا لنمو وازدهار المنطقة بشكل أفضل، وأيضا للحد من الاحتقان السياسي الموجود في المنطقة. السعودية اتخذت هذا المنهج، ليس جديد للسعودية هذا المنهج، دائما السعودية تبحث دائما عن الاستقرار والأمن. لكن هو الإشكالية دائما المحاولات التوسعية التي تقودها في المنطقة وليس تقودها في إيران. لكن أعتقد أن الإيرانيين أيضا كذلك وصلوا لهذه القناعة أنه لا يستطيعوا أن
يتقدموا، او انهم ايضا كذلك في هذا التوسع في ظل سياسات قويه وفي ظل ايضا وجود المملكه العربيه السعوديه. نعم استاذ زيد، كيف نقرا او نتوقع وضع المنطقه، منطقه الشرق الاوسط، خلني اقول في القريب القادم بعد هذا البيان او هذه الاتفاقيه واستئناف العلاقات؟ حقيقه احنا لو تابعنا في بعض الاشارات اللي طلعت من بعض وزراء الخارجيه في المنطقه، ان هناك ايضا تخفيف لحده يعني الصراع واللغه ومحاوله ايضا ل يعني حلحلة الملفات العالقة في المنطقة. نرى مثلا ملف اليمني يعتبر هو من احد الملفات المهمة بشكل كبير جدا، اضافة هناك في الملف سواء ما يحدث في العراق او في سوريا. ذلك من المهم جدا ان في هذا الاتفاق وتحديدا ايضا كذلك ما نص عليه هذا الاتفاق في البيان الاول، انه يعني عدم التدخل في شأن الدول وسيادة الدول. أعتقد هذا البند هو من أهم الأشياء التي يعني تؤكد على هذا البيان، وتؤكد عليها أيضا السياسات الدولية أيضا كذلك التي نبذ من احترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لهذه الدول. نعم أخيرا أستاذ زيد، أباخذ منك قراءة حول الوساطة الصينية والدور الصيني يعني في الوصول إلى يعني هذه الاتفاقية أو استئناف عودة العلاقات، كيف تقرأ وتقدم له؟ يعني هذا طبعا المملكه العربيه السعوديه عندها علاقات جيده صراحه حقيقه مع اغلب الدول وحتى الدول يعني في المجتمع، او نتكلم عن دول المجموعات الخمس. المملكه السعوديه لديها علاقات مميزه، احنا نرى العلاقه السعوديه مع روسيا والله مع الصين وايضا مع امريكا، لكن هذا لا يلغي ان كذلك ان السعوديه لديها علاقات مهمه جدا ومميزه مع الولايات المتحده الامريكيه او مع الدول الغربيه او كذلك مع روسيا. لكن الدور الصيني اعتقد انه مهم في هذا الملف تحديدا، واعتقد ان الصين ايضا كذلك يهمها ايضا امن واستقرار المنطقه. احنا لا ننسى ايضا كذلك ان الصين ايضا لديها مصالح في المنطقه، كما الدول المملكه العربيه السعوديه ايضا يهمها المصلحه يكون فيها استقرار وامن في منطقه الشرق الاوسط. نعم أستاذ زيد بن كمي، شكرا جزيلا لك ولحضورك معنا في أهلا ولهذه الإضافات. دكتور، باخذك إلى جزئية أيضا جاءت في يعني نص البيان حول تثمين الأدوار التي قامت بها كل من العراق وعمان لاستضافة جولات الحوار التي جرت بين الجانبين خلال عامي 21 و22. أكيد أنه السيد مصطفى الكاظمي رئيس وزراء العراق السابق لعب دور مهم. بدأت المحادثات السعودية في جولتها الأولى ابريل 2021، ومن ثم عام 22 استكملت هذه الجولات على المستوى الامني والاستخباراتي في سلطنه عمان. فهذه شكلت يعني نقطه انطلاق للحوارات والمبادرات. كذلك نوقش الامر في زياره الصين او زياره الرئيس الصيني جي شي بينك الى الرياض في ديسمبر العام 2022. فيبدو ان هناك موقفا تبلور في جميع الملفات ناقشه، والدليل على ذلك انه ذكروا انه هناك اجتماع ما بين الخارجية السعودية والخارجية الصينية، ويعتبر على المستوى الثاني او المستوى الاعلى من المستويات او التقنية الفنية الحوارات التفاصيل. فيبدو انه ايضا انه لفت انتباهي انه شهرين مدة اقصاها شهرين، هذا يعني قبل موسم الحج، معناته نتكلم على رمضان وذو القعدة، فيعني ذلك أيضا سيتكلمون على أعداد الحجاج، تنسيق أعمال الحج للحجاج الإيرانيين. فيبدو أنهم منطلقين نحو مراحل متقدمة. أنا مع الدكتور، هو يصحح لك يقول رمضان وشوال يعني. طيب دكتور، اليوم بعد يعني كل اللي شفناه اليوم، البيان، القراءات المقدمة حوله، تصريح وزير الخارجية، يعني كل ما شاهدته، كيف تقرأ المستقبل القريب يعني القادم للمنطقة بعد عودة استئناف العلاقات؟ والله نشوف، احنا يجب ان نكون متفائلين. اوكي، يعني التفاؤل سيد الموقف. المملكة العربية السعودية والجمهورية إيران الإسلامية يعني تسعى، انا اعتقد ان ما فتحوا او انه رغبوا في فتح صفحه جديده الا لطي صفحه الماضي، ومحاوله انه يعني البحث عن استقرار المنطقه. الاستقرار طبعا اهم للجانبين، ان كان للجانب السعودي او للجانب الايراني. لذلك انا متفائل انه ان شاء الله
المنطقة ستهدأ خلال الفترة القادمة. المشاكل اللي كانت في الماضي ربما انه سيتم وضعها في يعني في 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 تكون نوع من الفريز يعمل لها او انه نوع من التجميد او جمود. واتمنى ان شاء الله بمشيئة الله انه نفتح صفحة جديدة، انها العالم اساسا ما هو محتاج مزيد من المشاكل. وانا اعتقد القيادة في المملكة العربية السعودية من مبدأ الحوار سيد الـ الـ يعني او انه يعني فتح باب الحوار لحل مشاكل كثيرة جدا جابت نتيجة، وخاصة مع الجانب الإيراني واقنعت الجانب الإيراني إلى أنه يعني نتوقف عن المشاكل وحل المشاكل وإثارة المشاكل في المنطقة، وخلي الشعب خلي الشعوب المنطقة تعيش بسلام وأمن. أتمنى إن شاء الله، وإن شاء الله نتوقع أنه خلال الفترة القادمة بمشيئة الله سيكون هنالك نوع من الهدوء في المنطقة وحل مشاكل. ربما أنه الملف اليمني واحد من أكبر المشاكل اللي تعانيه المنطقة، وأنا أعتقد أنه سنشاهد حل سريع جدا في ظل تفاهم الدولتين لقفل يعني بؤر للصراع كانت يعني في غنى عنها المنطقة وشعوبها. نعم، السؤال ذاته دكتور، قراءتك للمستقبل القريب أتحدث يعني بعد ما شاهدنا حقيقة يعني التوافق ما بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية سينعكس على اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي بل للمنطقة والعالم، سينعكس على قطاع النفط، قطاع اللوجستيات، الممرات الاستراتيجية الحيوية، مراحل جديدة يواكبون فيها المستقبل. نتمنى لهم المزيد من التوفيق، ونرجع ونكرر نقول البعد والإطار الاستراتيجي المدعم. نعم، في نقطة قالها الدكتور ودي أخذ تعليق منك عليها قبل شوي، قال إنه يعني هذا سينعكس إجمالا على دول وشعوب المنطقة ككل. أكيد يعني نتحدث عن منطقة الشرق الأوسط ككل، أبأخذ منك تعليق على هذه الجزئية. شوف، أمن واستقرار المنطقة يعني مهم، يمثل أعماق يعني استراتيجية لكل الدول خاصة إيران. ذكرنا في البداية أنها مطلة على 2400 كيلومتر من سواحل الخليج المقابلة لدول مجلس التعاون الخليجي في أهم ممر حيوي استراتيجي على مستوى العالم. أكيد سينعكس على المنطقة وشعوب المنطقة على الأمن والاستقرار، وهذه تطلعات المملكة العربية السعودية للتنوع التوازن في العلاقات والاستراتيجيات حتى الوصول إلى التنمية الشاملة المستدامة. نعم دكتور، شكرا جزيلا لك ولحضورك معنا في أهلا. دكتور أحمد، شكرا جزيلا لك ولحضورك معنا في أهلا. أنا سعيد جدا، شاكر جدا لك. شكرا، شكرا للدكتور أحمد الأنصاري المحلل السياسي والبحث في العلاقات الدولية. شكرا للواء الدكتور محمد الحربي الخبير في الشأن الاستراتيجي. سنذهب إلى فاصل ثالث في حلقتنا، وبعد هذا الفاصل ألتقيكم.